لكل عشاق الألعاب الإلكترونية والساحرة المستديرة. أنتم على موعد مع الموسم الرابع من إيكاب، موسم استثنائي ومليء بالمفاجآت، يجمع بين المتعة، الإثارة والمنافسة، ورح يكون 100% جيمينج. 16 فريق من مختلف الولايات ومن كامل ربوع الوطن، وتحت شعار القوة في الجماعة رايحين يتنافسوا على لقب بطل الجزائر في كرة القدم الإلكترونية فيفا، ويفوزوا بمبلغ 150 مليون سنتيم. شكون من بين الفرق 16 راح يتوج باللقب ويزيد يتواجه مع فريق إيزي في نهائي من نوع آخر؟ الموسم الرابع من إيكاب يأتيكم قريبا على قناتكم الهداف تيفي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي.